السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم نهار الجمعه، صورت معكم فيديو غادي ننزلو في نفس النهار، والله الا ساليت درت ليه المونتاج في البلاصه. البنات هنايا كنصايب معكم التسكسو، ما شاركتش معكم التفاصيل. المهم هذيك البرمه راني درت فيها شعب هما ديال البكري، وفي هذيك الكامله درت واحد ثلاثه طروفة ديال الدجاج. درت دجاجة لاروب تقريبا، جوج فخيضات وصدر وصافي. وهنايا راه درت العطرية، نفس العطرية اللي كندير، قطعت البصلوم طيشة هنا وهنا. والبرمة راني شحرت فيها، بعدا شحرتها بالملحة والزيت هي الأولى، عاد بديت كنضيف العطرية اللي كنضيف على الدجاج، ضفتها على البرمة، الملحة وسكنجبير والخرقوم والبزار وصافي والزيت. ودرت كنور على الدجاج ديال التسمان وديال الدجاج صافي. وهنايا كنقطع الخضره. الكسكسو راه دائما كنبارطاجي معكم، كنت دائما كنصور الجمعه. المهم ما كملتش معكم بالتفاصيل الكسكسو، غير بغيت نشارك معكم النهار ديالي وصافي. انا البنات درت الخضره، درت خيزو واللافت والقرعه وواحد السلويه والقرعه الخضراء والقرعه الحمراء وواحد نص مكوره. هنايا الخضره راها جديده وطريه البنات، باش ما كانت الخضره جديده وطريه كيجي الكسكسو ديالنا بنين. ودرت الدنجال ديال البنات ديال البلاد صافي. هنايا كنقرد الخضره اللي كنسبق هي الاولى، كندير هنا واحد الطريقه باش كتجينا البرمه بنينه وكيجينا البلول بنين وخاطر. كنضيف الخضره، انا ما كنضيفش الماء هو الاول، عاد كنضيف الخضره كتجيني بحال مسلوقه. كنضيف الخضره وكنخليها تشحر شويه حتى كيدخل فيها داك القوام، عاد باش ندير عليها الماء نبللها صافي. هذيك السلويه هي اللي عندي شويه قديمه كرطتها، ولكن راه دغيا كطيب يعني طابت دغيا صافي. وهذيك المكوره البنات ديال البلاد والله الا جلست شي تقريبا جوج اسابيع في الثلاجه، ولكن عرفتي راه دغيا طاب وجزوين. هنا راني درت كنوريكم البرمه، راني جبتها حدا الكاميرا صافي. غادي ندير عليها الخضره الاولى اللي غادي ندير السلويه وخيزو واللفت اللي كيشدو شويه الطياب، وهذاك الربيع راه ضفتو في الاول باش كيتشحر وكيطلق واحد مذاق زوين صافي. وغادي نهرطها تبدا تشحر، وغادي نصايب داك المكور ونرميه حتى هو مع ديك الخضره الاولى الدنجال والقرعه الحمراء والقرعه الخضراء. غنخليهم حتى الاخر. القرعه الحمراء غنديرها مع الدجاج باش ما تبقاش طلع ليا البلول على، حيت الكسكاس يعني مضيقه ما تطلع ليا البلول على الكسكسو. هنا هاد الخضره هاد القرعه الخضراء تنكرطها شويه باش كتجي بنينه، حيت الا بقات على هذيك هي اصلا باسله، ومني كتبقى لي هذيك القشره ما كتدخلش ليها العطريه مزيان والملح مزيان كتجي باسله. هذاك الشاش كنحاول نكرطها واحد شويه وصافي. هنايا هادي هانتوما شفتوا راه هي شويه قديمه، ولكن راه دغيا طاب، حيت لي هذاك البلايص اللي شويه بداو تيكحالو صافي. وغسلتها ورميتها على الخضره ديالي اللي كاينه، وغادي نحرك ونرمي وندير المطايب، حيت باش الخضره ما تكرزش. عرفتو دابا راه البرد ايوا صافي. وهنايا كنقطع الخضره اللي بقات ليا، هاد باش غادي نرجع لواحد الروينه مورايا. كنت تشوف واحد الروينه مورايا كتخلعو وتشوفوا الكوزينه كي دايره، غادي تخلعو غنوريكم كلشي. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش ليا اللايكات ديالكم الزوينين باش تعاونوا الفيديو يطلع،
واش يوصلكم الاشعارات ديال اي فيديو نزلته. شجعوني باش نبدا نحط معكم الفيديوهات. شوفوا البنات هنايا كانت نقات الوالده الثلاجه، حيدات كاع داكشي اللي خصو يتلاح، حيداتو هنايا الحفله لقيتها راحتها حاره، عزلت منها شي وحدين زوينين صافي. وغادي نحيد هادشي نجمع فوقها الطبله، مسكينه كتعاونها الطبله، عرفت ملي كتكون الكوزينه فيها البوطاجي صغير والله الا كتعاونها الطبله مسكينه، واكلا الشحط نفطروا عليها نحطوا عليها اي حاجه، اكلك انت كتشقي كتحطي عليها الماعن كتغسليهم كثر كتحطي عليها، المهم كتنفع صافي. غادي نجمع هاد الطبله هادي وغادي ندور لجهه الماعن، بالحق الماعن ما غسلتهمش، غسلتهم الوالده حيت يدي ضراني ما قدرتش، راه غير بزز غير بغيت نصور معكم وصافي. قلت شحال هادي ما صورت روتين بحال هكا ومع الروتينات كيعجبوكم، و قلت بلاتي نشارك معكم النهار ديالي هنا. البيض جابت الوالده واحد مول الكروسه كيبيعو رخيص 24 حانوت 30 مول هاد الكريصه، مول الكريصه كيدوز كيبيعو غير ب 24. هاد الفطره لاحت الوالده ومشيت انا بدلت ليه الميكا، قالت لي صافي هذاك راه قدام خصو يتلاح، واحد الربطه ديال الخبيزه جابتها الوالده غادي تغسلها حتى هي وتحطها. نتوما شوفوا البوطاج كي داير صافي. هنايا جيت كندير الكسكسو، درت ليه كندهنو بزويته حيت هذا رقيق، هذا رقيق زوين ما يضرك لا في المعده لا والو، بحال كتاكلي بحال ما كليتيش، زوين ما كيضر في المعده ما كيضر في المصران. ولا حطوا معايا انا راه كنكثر الخضره في الكسكسو حيت حنا كناكلوا الخضره اكثر من الكسكسو، يعني كنكثروها في القصريه صافي. غادي نفزق مزيان الكسكسو ديالي ونخليه كندير ليه غير الزيت، ما ديروش الملحه في الاولى ما كتخليهش يطيب صافي. درت الزيت وغادي نشبع الماء، نشبع ليه الماء راه غير كيشرب ونخليه حتى يشرب وعاد نردو، ما كملش معكم المراحل كاملين باش ما يجيش هكا الفيديو طويل، راكم ماكوشي كيعرف الكسكسو. هنايا صافي ملي بدا كيأذن بغيت نمشي نتوضا باش نصلي، قلت بلاتي نطلق واحد شويه ديال البخور، شعلت هاد الجمره هادي وطلقت واحد شويه ديال البخور كنديرها غير فهاد الطويجين هذا ديال بقيت كنستعملو ديال الديكور. انا لبست بغيت نصلي الظهر وقلت بلاتي نطلق شويه ديال البخور، درتو صافي. هنايا كنسكي انا والوالده، هي كتحط ليا حيت اليوم تبارك الله الله يتقبل فيه شحال ديال الفرق فرق فرق. قلت ليها بلاتي شي غيبقى في البرمه وشي غادي يتفرق وشي، قلت ليها انا ما غاديش نعرف نبدا نفرق لك هكا بحال المطعم، اجي انت اللي كتعرفي لهاد الشيء ديالك صافي. وفرقاتو معايا وسكيت الكسكسو ديالي وتغدينا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. و هنايا راه القرعه الحمراء كنديرها مع الدجاج، منها كتخطر ديك المرقه ديال الدجاج وكتجي حتى بنينه، كتجي بنينه وما كتضيق ليناش على البرمه صافي. هذيك المرقه ديال الدجاج راه غادي نخويها على نيت البرمه وصافي، وغادي نسقي القصريه ديالي ما غنزوقها ما غنستفها ما والو، غنسقيها عشوائيه وصافي. ولكن ما نقول لكمش كي جا هذا الكسكسو جا بنين والمرقه خاتره وزوينه، واخا غير بالدجاج راه كيجي زوين. البرمه راني درت فيها دوك العظومه اللي كنديروا في الحليره اللي فيهم المخ، حتى هما تلقوا واحد البنه زوينه في الخضره وفي الكسكسو. ايوا صافي هكا كان النهار ديالي وهكا كانت نهار الجمعه، كيف هكا داز النهار ديال الجمعه. نتمنى الفيديو يعجبكم وما تنساوش ليا اللايك، نعاود نقولها لكم انا بعد ما تغديت خديت هذوك ديال الفرنو رشيت عليهم داك البرودوي باش كنغسلو الفرنو، وكنغسل الشريجه فين كنغسل الماعن هو هي الاولى، وهنايا درت الطابليه حيت كان عمر بالماء. ايوا صافي وغادي نغسل الماعنات وهكا كان النهار ديالي. انتو بارك لينا تبارك الله، راه القصريه الحسنه جا قد حد قد داكشي اللي سكينا جا حد قد ما شاط فيه حتى شويه. وانا هكا تيعجبني ما تشاتش الخضره ولا شات الكسكسو ولا، حيت راه قلت لكم راه فرقنا فيه ماشي مشكل الله يتقبل، ولكن راه جا هو هذاك ما شاط ما والو صافي. هنا غسلت الماعنات وكملتهم وطرفت الكوزينه وشطبت الكوزينه، الشقه ما كيتقاد الشغل ما كيتقاد،
وكانت عندي واحد شويه ديال الثومه بغات تخسر، نقيتها كامله الصباح، نقيتها الصباح وخليتها تحيت الكسكسو باش ما تكونش ليا ريحه ديال الثومه في الكسكسو. عاد هزيتها وطحنتها، انتم غتشوفوني كيفاش طحنتها ودرتها. هادو ديال دابا كتبغي تفوتني اللقطه، كنقز من حاجه لحاجه. هادوك ديال السكر واتاي وهذا كان في ما غسلنا لهم عين كندوزو عليهم، وهذوك القرايب ديال الزيت وداكشي كلشي اللي فوق البوطاجي راكم عارفين كيطير عليهم ليدام وهذا. صافي هنايا الثومه راه كنطحنها في هذه ديال التوابل، حيت داك الهشوار الكبير حيت الثومه قليله غادي غير تلصق فيه، ما غاديش تطحن ليا مزيان. صافي وغادي نديرها في شي قريعه ديال الزاج، ولا انا غنديرها في ديك السوبيره الصغيره وندير عليها الزيت كمادة حافظه باش ما تخماش ولا شي حاجه، وكنديرها في الثلاجه كل مره كتهزي منها معلقه كتولي بحال الكريمه ولا القياس اللي بغيتي. صافي بلا ما تبقاي كل مره تحكي. وكاين اللي كيديرها في الفريكو، راه حتى الا تلجات راه كتجي زوينه كتجلس بالعام. المهم كفكره وصافي، الا كانت الثومه هكا كثيره من الاحسن كديرها ما كتمشي منها لا ريحه لا والو الا كانت في الفريكو. قلت الله اكبر لكم تيفوت الاذان. صافي البنات كما قلت لكم كنديرها هكا في هاد السوبير هادي، ونديرها ندير عليها الزيت كماده حافظه، وكنديرها في الثلاجه غير لتحت. كل مره كتهزي القياس اللي بغيتي، بغيتو ديروها في الفريكو كانت عندكم كميه كتير وبغيتو ديروها في الفريكو راه مزيان، راه كدير في الفريكو سوبيره ديال ميكا هكا ديال الفريكو وديريها في الفريكو. صافي وهكا كان الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ما تنساوش اللايك وشكرا.